أنا عايدة قعدان، لقب أول إخراج سينمائي. السينما هي السياسة الرابعة، هي أداة لتناول قضايا اجتماعية، قضايا أسئلة شخصية، أسئلة فلسفية اللي بتراود المخرج، بتراود الفنان. سنة أولى تعليم في السينما عملياً هي سنة عامة، الطلاب بتعلموا فيها كورسات اللي هي عامة عن عالم السينما، تاريخ السينما رقم 1، تاريخ السينما رقم 2، تاريخ الأدب الغربي القديم وإلى ما ذلك، وكمان الدراسات التلفزيون. ومن هناك سنة ثانية أنت الطالب عملياً بيكون باختيار تخصص اللي هو بده يتخصص فيه في مجال السينما، إن كان تخصص اللي هو عملي أو كان نظري أو كان سيناريو. بين سنة ثالثة أنت عملياً بتستعرض أو بتعرض المشاريع اللي أنت قمت في العمل عليها بالصيف، إن كان السيناريو للبرنامج التلفزيوني أو إذا كان الفيلم المنتصف اللي أنت عملته بسموه فيلم الصيف. كمان إلى جانب هاي إنك تعرضها بالكورسات اللازمة لإلها، في كمان عندك كورسات اللي بتعلمك كيف تكون في تطوير هاي المشاريع إن كان في حاجة إلها تطوير لقدام، وكيف كمان تطور مشروعك التخرج. بالعكس من باقي الجامعات والكليات في البلاد، جامعة الأبيب هي مش بس تعليم عملي للسينما والتلفزيون، هي كمان تعليم نظري، والتعليم النظري هو تعليم كتير مهم لأنه هو بتكون كمان من التاريخ تبع السينما من أول ما بديت لليوم، حتى تاريخ الكاميرا، قوانين المونتاج، قوانين التصوير، الأشياء اللي أنا مفكرش أنه بأي مدرسة عملية تانية ممكن تأخذها بهاي السهولة. أنا محاضر كبير بمجال الإعلام بالأساس التلفزيون والسينما في جامعة تل أبيب. بالأساس أنا جاي من مجال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هن بسموهن الفيسبوك والواتساب وكل ما إلى ذلك. أنا بالأساس أبحاثي تتعلق في كيف تتعامل البشرية مع هذه الوسائط من خلال تطوير معادلات إحصائية اللي نتنبأ فيها كيف البشرية عمليا تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للأغراض الخاصة فيها. لما جيت أبدأ أتعلم سينما وقررت أني أكون جزء من هذا المجال، الكل خوفني ورعبني وقال لي في الشغل ما تقربش، مش راح يكون هوين، فيش مصاري، هذا المجال مش لإلنا. وأقدر أقول لكم أنه هذا كله غلط، لأنه قبل 7 سنين أنا قررت أني أفوت على هذا المجال، وحتى قبل أبلش تعليم أنا كنت صارت فايت على هذا المجال وأشتغل. الإشي بس بتطلب منك شغلتين، شغف وحب. إذا عندك أنت الإرادة وأنت عن جد بدك هذا الموضوع، أنت لازم تكرس وقتك كله لإله. احنا حاليا موجودين في مبنى السينما، هون احنا بنستاجر الافلام، وكمان راح اخذكم معي حاليا على ارشيف الافلام وين احنا بنحضر الافلام، فتفضلوا معي. هون بنستاجر الافلام الموجوده، في كمان بينفع الطلاب اللي تخرجوا يحطوا افلامهم هون. اذا انتم طلاب وحابين تتعلموا السينما قضوا هون ايامكم، هذا احلى محل ممكن تقضوا فيه الايام.